اعطيها هدية، اعطيها هدية. جيب هسه جيبك هدية. بعد من يغني؟ يلا يلا واحد واحد واحد. يلا عرونا الحلوان نحن اليوم جينا قنينا قنوان شافقنا ايدينا. يلا ويا ويا الروضة الحلوين نحن اليوم جينا قنينا الولوين شافقنا ايدينا. استاذ استاذ عفوا صبيان بالروضة فرحانين باحلى مكان بالروضة جينا نتعلم احلى كلام بالروضة بالروضة. شافق الروح بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني احمر واصفر للون يا عيني يا عيني. سد 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 انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره تاكل مني ما تشبع وتصير خدودي حمراء. دللناها وجبناها تعالوا شوفوا شمحلاها تسلم ديات ابوها رباها وانطانا اياها. اسمر يا ابو تريتشية لا تحرف عينك كل الناس بس احرفها عليا مقضوب زوف الزفة حنيلش حنيلش لا تبكي. زين هسه اريد من عندكم اريد من عندكم توقفون مثل القطار واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني هيك هيك شنو ايه اقف هيك بعد لا لي ورا انا ابدي من اخر واحد ابدي من اخر ابدي من اخر لا مكانك يلا اي عافيه عافيه اوقفوا اوقفوا ها ها اي اي يلا صحيح صحيح اوقف اوقف يلا اوقفوا هنا صف ثاني البنات من هنا اوكي اخر واحدة اخر واحدة يلا اوكي وراها باعولي عمو باعولي هسه واحد يجي مد ايده يجي يعطي مسافة بين اخو اي اي هاي اعطيني مال البنات وينها هذه اللي ننطيه يروح هناك يوقف خوش هاك عمو هاي هذا مالك حبيبي يلا هاك حبيبتي روح ما قلت لي شكرا تعاي شكرا ما قلت لي شكرا شكرا اكسر هاك حبيبي اذا كبيره عليك تعطيها الواحد تبدلها انت ترى عندنا هواي لا تسوي لنا هاك حبيبي هاك عمو اعطيني بوسه لا 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 تقرب هاي مال بنية شكرا انا عايدة اهلنا نقول لهم كل عام انتم بخير كل سنه وانتم طيبين الله يبارك لك شو تقول بالعيد؟ عايدة ابويا وعايدة كل هذول القاطعي وعايدة احبابي واقول له كل عام انتم بخير عيد الاخر انت حجي مثل صغير عيد الاخر انت عريس الله يحفظك أقول لك كل عام أنت بخير. أنت بخير. إن شاء الله تكبرين وتصيري دكتورة. ها؟ أنا ما أدرس. تدرسين؟ لا ما أدرس. ما شو اسمه ما سجلوني ورحت علي السنة. حبيبتي حبيبتي. يلا شو تقول بالعيد؟ كل عام أنت بخير. إيه. أنت بخير. شو تتمنون بالعيد؟ أتمنى أن نفرح هاي أن نفرح وكل شيء نتمنى أن نرجع على جريتنا وعلى أهليتنا وعلى قرايبنا أي يلا هلا
هلا وحبيبتي، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. حبيبتي كل عام وانت بخير. شلونك؟ والله الحمد لله. شو اسمك؟ زهرة. زهرة اتمنى ابوي يطلع من السجن. ايه ان شاء الله ابوك يرجع ان شاء الله يا حبيبتي. هاج حبيبتي، هاي اختك، هاي اختك. هاج الله 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 الله، يلا خذيها. احنا متواصلين ويا اطفالنا وامهاتنا وابائنا، رغم قساوة الظروف في هذا المكان، رغم اللي هم يعانون من عنده، لكن هذه الزيارات تزرع عندهم الامل، تحس ان اكو ناس متواصله وياهم، فلا بأس ان تكون هنالك زيارات دوريه من قبل الجميع. بالتالي دول اهلنا وناسنا، واللي مر عليهم مر علينا. خلي نسلم على، نجي للمخيمات. السلام عليكم. هلا شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. اسعد الله ايامك. الله يسعد الله ايامكم. الحمد لله على الله. تسلموا. خوات؟ لا مو خوات، جاره. جاره هسه اجيتوا على جيراني. تسلموا. وين خيمتكم؟ انا خيمتي بالاخير، هذا خيمه شو اسمه. شلونك؟ وين خيمتكم؟ الحمد لله هذا خيمتي. والله شوف، نقدر نشوف خيمتك؟ مو ندخل الخيمه احنا، ما هذا، بس نجي هنا شوي على الفياي. يا اللهم صل على محمد. السلام عليكم. انتوا هاي الخيمه، شو تقولون بالعيد؟ والله نريد نرجع على بيوتنا، نريد الامان حتى نرجع على بيوتنا. كيف والله احنا بيوتنا يعني تهدمت، وانا بالنسبه لي بالايجار ما قاعده ببيت، طلعنا من القديمه ونريد يعني يصير امن حتى نرجع على الموصل. ايش اطفال؟ عندي اربعه الحمد لله. هذني قد اعمارهم؟ والله اكبر واحده هاي 7-8 سنين، واصغر واحده هاي. خلينا نعطيها هديه العيد، نقلها كل عام وانتم بخير. ها كل عام وانتم بخير. بعد منو عندك؟ هذه بنيه؟ عندي هذاك. وين هذا؟ ها بس
السلام عليكم. هلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شلونك حبيبي؟ هلا هلا بك. اخبارك؟ هلا بك. هاي كم خيمة هنا؟ هاي خيمة واحدة. وهذا الحوش مالنا وهذا المطبخ وهذا وانا عام اشوف اشتغل في العربة. يا حبيبي الله يعينك. والله يعافيك الله يسلمك وعندي اطفال. الله يعينك. والظروف تعرف الظروف. الله يعينك، كيف ترجعون لاهلكم ان شاء الله؟ والله ان شاء الله على ما تستغل الامور. وان شاء الله الحكومه ترجعنا ان شاء الله على ما تستغل الامور وقلنا ارجع. والله احنا مدنا نرجع، شوف الظروف والله الشادر حار، والله احتلقنا عليك، والله نار نار. صحيح مو برد بشتغله بس ما يفيد، والله والله والسموم حار، والله والله علاوي اخويا الله. يعني كنت اتمنى اشوفك، انا اشوفك بالتلفزيون، والله كنت اتمنى اشوفك. شوف والله يعني لحد انا حار والله، والظروف والظروف صعبه حيل 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 صعبه، ايش قد ما تتصور صعبه. شوف انا عامل والله ادفع بالعربه على الربع وعلى ال 500. وانت تشتغل بهاي العربه؟ والله افتر اللي يريد عربان يجيني، واروح اودي له مواد اودي له هذا. انا بالمخيه بالمخيه ما عندكم رواتب؟ ما تجيكم رواتب؟ والله لا راتب ولا كل شيء ما عندي، الحمد لله صافي. عندكم هنا ما يطوفهم رواتب؟ انا من ناحيه احكي لك شخصيا، انا احكي لك عن نفسي، والله لا راتب ولا كل شيء ماكو، وعندي اطفال اثنين، والله والظروف صعبه فرد نوم. والله العظيم. انتم مقسمين هذا المسوين العفو؟ منا حمام ومنا مطبخ ومنا هالخيمه مالتنا نقعد بيها. والله بالمطر والله هاي كله يصير مي، يعني من يعني حتى الخيمه نريد نقول ما بس بدلوني الخيمه، ما يبدلون الخيمه. يعني نريد بس يبدلون الخيمه ماكو. يقول ماكو خيمه. يعني شوف الخيمه رايحه مستويه. وتشاهد. يا حبيبي يا حبيبي الله يعينك. الله يعافيك، الله يسلمك، الله يستر عليك والله يعافيك. ان شاء الله تردون سالمين غانمين. اشكرك اشكرك. وكل عام وانت بخير. الله يعافيك، خلنا بوسك. كل عام وانت بخير. الله يعافيك. يلا شوف. زين هنا بالليل شلون هاي الظلام هنا الظلمه شلون؟ لا 12 بالليل تطفى؟ ايه ورا 12؟ 12 تجي قبل السحور بثنتين وتطفي بثلاثه شويه. الله يعينك يا حبيبي. الله يعينك. وين انت وين خيمتكم؟ انا خيمتي هنا جوا. ها كم عائلتكم؟ عندي 6 نفرات. الله يعينك. ان شاء الله الجميع. حبيبي. ايش قد عمر الكبير مالتكم؟ 7 8 سنوات. ها آه. عندك بنات؟ عندي بنات اثنين وولد اثنين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا حبيبنا هذا، شو اسمك؟ يوسف. يوسف يوسف تداوم بالمدرسة؟ لا. ليش ما يداوم بالمدرسة؟ والله ان شاء الله على 6 جاي قلنا ندرسهم هسه، حاليا تدري ظروف شوية تعبانة، و 6 جاي ان شاء الله قاموا في المدارس يعني، وان شاء الله يدرسون اطفال. ان شاء الله. ان شاء الله ترجعون لاهلكم سالمين. اي والله ان شاء الله جميع العراقيين. حبيبي هاي مال البنات، هذه وحده ومشكور ورحمه الله. اوديك على راسي اخوي غالي. شكراً. حياك. شكرا. تعال تعال. وينهم؟ هلا ماما شلونك؟ هلا مرحبا شلونكم؟ شو اخبارك؟ هلا وسهلا. صحنا صحنا ماكو حل. الله جواه. شلونك اخبارك؟ على الله الحمد لله. شلونكم؟ على الله الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. نعطيكم هديه العيد، كسوه العيد. يحفظكم ان شاء الله، الله يسهل اموركم. تفضلي ماما. الله ينطيكم ان شاء الله. مع السلامة. شلونكم؟ هلا، اسعد الله ايامك. ايامك ايام سعيد. الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. عايدي من؟ على اهلي والجميع. شو تقول لهم؟ سلامي من للجميع، رمضان كريم عليهم علينا وعليكم. عيد. جاي العيد. باكر عيد، شنو جاي العيد؟ باكر. الله يكرم. اليوم اول يوم العيد طلعنا الحلقة. ايوه. صحيح. ما ضيعة بين العيد ورمضان. اي والله. ايش راح تسوي باكر للعيد؟ ان شاء الله بعد. شو تسوي؟ كريتشه. شنو؟ ها. الله يعينك. عندك بنيات؟ اي والله عندي ولد. عندك ولد ولا بنيه؟ ولد بنيات. طيب. للولد وللبنيه وعلى راسي. هذه بنتك ولا ابنك؟ تعيش. شكرا. كل عام وانتم بخير. انت بالف خير. تسلمون. عساكم من عواده. تسلمين تعيشي. مشكورين. هلا ماما. هلا ابويا. هلا هلا.
تخيل. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بعد بخير ابويا. عساك من عواده. الله يعافيك ابويا، الله يسلمك، الله يسهل امرك. الله يحفظك. الله يستر عليكم بعد عيني. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك ابويا، تسمحوا لي ارد اقعد؟ ما اقدر. يلا. ما اقدر ابويا. نقعد والله نقعد، ايش عندنا؟ بعد عيني. ولو حاره ها؟ اي والله حاره. اي من عمري على عمرك حجيه. يستر حياتي. وين اهلك؟ والله اهلي انا بالخازر. اي. واليوم صار لنا 6 سنوات احنا متحجرين. زين. ودحج على حالتي. تعبانة ومريضة. وأنا دحج هذا الوضعية هذه تنحت حتى مليت. الله يعينك. حياة الله يرضى عليك، الله يسلمك. الله يعينك. الله يسهل أمرك أبويا، يستر عليكم. إن شاء الله تبدون سالمين غانمين لأهلكم. إن شاء الله أبويا. إن شاء الله بعد عيني. يما أنتم الفايزين. إحنا الخسرانين. إحنا اللي ننام بالجو التبريد، إحنا الخسرانين. أنتم 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 الله يوفقكم. والله ينطيكم صحة والعافية وإن شاء الله رزقكم الجنة. آمين إن شاء الله. إن شاء الله لنا الأجر والثواب إن شاء الله أبوي. الله يستر عليكم أبوي. الله يعينك. ممنونة منك حياتي، الله يرضى عليك. عندك أحفاد ها؟ والله عندي ولاد ابن. ممنونة، بارك الله بك وليدي، أنت بألف خير. مبارك. الله يعافيك، الله يسهل أمرك، الله يستر عليكم. وممنونين منكم أبوي. الله يبارك. الله يرضى. مع السلامة. السلام عليكم. سلام. هلا ألف هلا. أخبارك؟ الحمد لله، الله يعافيك. الحمد لله. أنت شلونكم؟ صحتكم؟ عيد مبارك عليكم. والله يبقى علينا وعلى أمة محمد. إن شاء الله عساكم من عواده. الحمد لله. إن شاء الله. تردون لأهلكم سالمين. إن شاء الله. إن شاء الله. وضعون أبو الجنة. إن شاء الله. يا ألف هلا بكم. الجميع إن شاء الله. الجميع. يا ألف هلا بكم. الله يعزكم. شنو الأخبار؟ شنو الوضع؟ والله الحمد لله. والله وضعنا الحمد لله. بس والله نهاية جريتنا هيانه. إذا هاي القرية مالتكم ليش ما رجعوكم؟ والله ما يرجعونا، احنا ميتين على رجعة القرية، نريد الرجعة. شو اسمها القرية؟ هاي البحارة. البحارة هاي يسمونها. يعني هنا كل المواطنين المتواجدين تحديدا بحسن الشام بهذا المخيم يسألون الحكومة، يقول لك احنا هذه منطقتنا. شنو المشكلة ما ترجعونا عليها؟ أصبحت هذه المنطقة من المتنازع عليها، مو صحيح؟ بلى والله متنازع عليها. منا يردوها ومنا يردوها. والمساكين هنا باقين بالخيم. يعني البعض يقول لك عليهم مشاكل متورطين في قضايا، ترى مو هذا الموضوع. كل ما في الامر ان هم هذه قريتهم صارت قضيه داعش ودخل من هذا المكان وصار عليها حرب وصار عليها مشاكل، بعدين طلعوا داعش وبقت بيوتهم فارغه. لا قابلين يوافقون يرجعون لهم ولا يشوفونهم في الطريقه. اسماء يوميه اسماء يدقون حاسبه، اسعد انا عندي شيء خلي يعني، والما عنده شيء هذا بيوتهم. يعني احنا قلنا لهم احنا واقفين على امام اي شيء تريدون، او هذا يعني هذا صار لنا 3 سنوات والحمد لله وشكرا. سالوا لهم عندنا رواتب وكان هم اروح اجر لي بيت بالمسلم، والله انا احترها من الخيم، والله علقتنا عليه والله حار. بس الامر وبعدين هذول الاطفال هسه هذول كبروا والله يعطيهم الصحه والعافيه. شنو مصيرهم؟ شنو مستقبلهم؟ شلون وضعيتهم؟ عموما هي تساؤلات لا اكثر. واحنا مثل هكذا امور ننبه ونذكر، وهذا وظيفه الاعلام، التنبيه والتذكير، ولا الهدايا نقدر مثل ما يوميا نحن نقوم بها كمؤسسه، نروح ونزور ونقوم بواجبنا بعيد عن التصوير والله شاهد. ولكن في بعض الاحيان حتى يكون هي دعوة حافز لكل الأحبة أن يزورهم. طنة يا با الله يرزقكم والله يوفقكم وكل عام وانتم بخير. والله إن شاء الله تردون سالمين. ممنونين من الله. يرحم والديكم. الله يعزكم. الله يبارك برزقكم. مع السلامة. ألف هلا. الله يخليك. مشكورة يا يما. يا الله. هلا يما. شلونك؟ اريد السعاده واريد نفرح وايد. علي من تسلمين؟ علي من تسلمين؟ على كل من يحبنا وعلى كل مشتاقه. علي من تسلمين؟ على اهاليتنا وعلى كل من يحبنا. اي الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك وكل عام وانت بخير وعساك من عواده. هلا بيكم. كل افراح وبخير يا يما. يا هلا بيكم. هلا هلا.
اللهم صل على محمد. كل عام وانتم بخير. بخير هلا بك. عساكم من عواده. الله يعافيك. شلونك يا امه؟ والله الحمد لله. امكم؟ ام عبد الله. ام عبد الله. الله يسلمك. فين ام عبد الله؟ والله من هنا من دهوك. من دهوك؟ اي والله. والنعم. الله يعافيك. والنعم، انا اليوم فرحان تعرفت عليكم وشفتكم، شفنا اهل دهوك وموصل وبعد من بعد ها؟ كلكم هنا، الله يعينكم. الله يعافيك. والله ما شاء الله زين، مساعدات حيل حيل زينه. مساعدات زينه وين معاملتهم الاداره وكلها زينه معانا. احنا نتمنى، بس هو هذا مو الطموح، بالتالي انت قاعد بهذا المكان، نعم. ان شاء الله تردون اماكنكم وهذا اللي احنا ان شاء الله نتمنى ونسعى. نعم. مو صحيح؟ نعم نعم. هذا الاهم. اي والله هذا هو الاهم. اي اي. معاملتهم هنا والله زينه والمساعدات برمضان حيل حيل زينه. الله يرزقكم. شنو هاي شنو هاي؟ هاي هذا الماي انتم؟ والله مقاش. ها مع عبد الله؟ الله يعافيك. ايه تجمعون الماي؟ اي والله. من هنا من هنا عندنا تانكر. من يجيب هذا الماي؟ والله التنكر يجيبوه، عندنا تنكر هنا يجيبه يوميا. ويكفي هذا الماي؟ اي والله الحمد لله. اي كفي كثير. محدد الماي؟ لا لا الكل القاطع. اي يعني ايه. اليوم كم مره يجيكم تنكر؟ والله ثلاث مرات. مرتين. مرتين ثلاث. اي والله. شنو عائله؟ اي نعم. اه اي والله. انا ابو عبد الله وهي ام عبد الله. قال لي انا عبان جوارين. لا لا. اي نعم نفس الشيء نفس الشيء. اخواني واتشرف بيكم. والله يرزقكم. يرزقك جميل. يلا مشكورين. الله يعافيك. مع السلامه ماما. مع السلامه ابو عبد الله. انت وين ماخذتني؟ ايه هي يعني هالقطعة. وين ماخذتني الخيمة مالتكم؟ ايه. ها؟ إيه؟ انا لا ما اروح ما اروح. ليش عمو؟ ابو ما اروح. ادي الله عافية عمو. الا اروح الخيمة مالتكم؟ ايه عافية. وين الخيمة مالتكم؟ هنا ماخذت هذا الغطاء. لا 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 ما اروح ما اروح. ليش؟ ضروري؟ ايه عافية ادي الله عمو. شو اسمك انت؟ ملاك. ملاك؟ ايه. انت ملاك واحلى ملاك بالدنيا. وين الخيمة؟ هي انا هسه نوصلها. وينها وينها؟ ما غابلي هذا الغاطع. هذا الغاطع بس يمه إيه؟ يمه وين ملاك تبي صف الخامس. صف الخامس. ايه وشاطرة لك لسانك؟ لا والله شاطرة شاطرة شاطرة. ايه شاطرة. ايه والله. وعندك اخوان؟ ايه. كم اخو؟ اثنين. ثلاثة. ثلاثة. ايه. وهاي اختك؟ ايه. شلونك؟ زينة. هاش عمو. باي باي. هلا هلا هلا. شلونك؟ شلونك؟ زينة. زينة. شو اسمك؟ هديل. هديل؟ ايه. هديل هديل لو اسيل؟ اتيل. اتيل. في المدرسة اتيل؟ لا. ها بعدك؟ تعرفين تغنين؟ ايه. شو تغنين؟ عملوا قلاي. يلا. عملوا قلاي انت. ايه. فالحوت وعينته مخيلاني بالبطل أختال بطنته مخيلاني بالبطل أختال بطنته ميمه متعتلت شوف وطن بعيني لها اللي جنت اعتنت ريت متوحدة تتنتيني أكثر ما حصلت نتي بعين تعيد هبت تليت لحتى مين متات دامت واب ما حب فرات ما تحبين فرات وحدة تنينات العين مقولة حب اثنين مخيلاني بالبطل واختار بس انت تقول مو خيروني بالبشر اختار بس انت. الله يحميك الله يحفظك. صفقولها صفقولها. هتيل هتيل لو هديل؟ ها؟ يلا هاج حبيبتي. الله يحميك الله يحفظك. حجية حجية يا حجية حجي الله يساعدك. هلا مرحبا. هلا شوكم. السلام عليكم. بخير. انت بخير جميع ان شاء الله. عساكم من عواده. عادين شلونك؟ شلونك ماما؟ الله يعافيك الله يسلمك. شنو الريحه مالك؟ والله قرع وفخال. شنو؟ قرع. شجر. شجر وفخال. اي والله. نعم كل عام وانت. الله يعافيك. منين جايين؟ والله كنا قاعدين اجرب الموصل. اي والله. وما ها؟ ما عندنا بيت اجار. اي والله احنا من ناحيه لي السنجار يعني من القرى لي السنجار ما عندنا بيت هنا والله قاعدين بهالمخيم وساكتين والله دحق لا مبرد لا بانك لا شيء صمت صمتنا صمت بالقران الشريف وصيام الله
يعينك يا ماما، الله يوفقكم، الله يرزقكم. التفاتات الله سبحانه وتعالى افضل من اي شيء. امين. اي والله هو صحيح. ونعم بالله. وما انتم الا درس وعبره للجميع. اي والله صحيح. والله يرزقكم الجنه. الله يعافيك، الله يسلمك. وهذا الاهم، كلهم نسعى لمن؟ والله يا إيه الطفل، إيه هذا ينقز الظهر نقز من الحر. يا حبيبي والله العظيم. اسمك عمو؟ اسمي حيدر. انت حيدر على راسي. طيب حيدوري، الله يحميه والله يحمي. يستر عليك يا عمو. كل عام وانتم بخير. انتم بخير، ممنونين. جزاك الله بالخير. القرع بالعافيه. وين القرع اسمه؟ ايه ايش قرع ان شاء الله ببيتكم هناك، القرع هناك. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، احنا اتجولنا، يمكن تشوفونا ساعه نص ساعه بالتلفزيون، احنا من الصبح ولحد الان بوسط الناس. نعم اكو ناس محتاجه، اكو ناس تفتقر الى العلاج، تفتقر الى ابسط الامور، مثل ما سمعتوا الحجيه بنكه مبرده ما عندهم. والله يعطيك الصحه والعافيه يا يمه. فهلا تنهلا باهالينا، بالتالي ذولا ابائنا وامهاتنا واخوتنا اولادنا، فلازم نتكاتف من اجل انقاذهم. واللي سرق اموالهم، واللي تاجر بروسهم، واللي حسبنا الله عليه. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير، متواصلين واياكم بجميع المخيمات في العراق. نسال الله التوفيق، وما نحن الا خدام لكل اهلنا واحبتنا. اللقاء دائما على حب الله والوطن.